آياتك وعيونك ما في غيرك في حياتي. كوني أنسى أخونك ده ما يخطر على بالي. ازاي امك يا بت؟ بخير وبتسلم عليك. اخبار المحروسة اختك ايه؟ مفيش اخبار عنها. شاطرة بس تمشي وتتقمص ان اتجوزتك بورقة بدل ما تفرح ان اتجوزتك ولميتك. اما نشوف هتعمل ايه هي الاخرى لما تنزل الشارع. ربنا يسترها معاها يا رب يا رب. انا كنت هسترها هي اللي مرضتش. كنت هتسترها ازاي يا اخوي؟ كنت هجوزها. كنت هتجوزها مين؟ واحد من صحابك الأمرتية الحشاشين؟ لا هجوزها قبطان باخرة. انا مش شايفكم يا اولاد. ايه انتوا اختك ها؟ انتوا منين؟ انتوا مين اساسا؟ بقول لك ايه؟ انا عايز اشرب شوية الشاي دول وانا ساكتة. فحل عن سماية بقى ونبقى نحكي بعدين. ادلق الشاي على دماغك. عارف ادلق الشاي على دماغك؟ انا اتكلم زي ما انا عايز وانت تسكتي زي ما انا عايز. احكي اتكلم تسكتي انت. فاهمة؟ فاهمة يا اخويا براحتك. تعديت على المحل؟ من بعيد يعني. يعني بتشاور عقلك. المحل ده مش هتروحيه تاني بعد كده. كفاية عليكي سناء هانم طلعت بيها. انا اللي جايبها لك. انا عاوزاك بقى توديني المطارح الكبير واهو تبقى كسبت فيا لقمة. مطارح كبيرة ما تسديش فيها. انت اخرك زي ما قلت لك زبونة واحدة. اتكل على الله. على رأيك انا اخري زبونة واحدة. تعالى بت معاكي كام؟ معاكي كام؟ مش انت اديتني فلوس وقلت لي هاتي بيهم حاجه لامك؟ الباقي كام بقى؟ لا ما خلاص بح انا جبت بيهم كلهم حاجات لامي. بقول لك ايه؟ قسما عظما لو فتشتك ولقيت معاكي حاجه مخبياها لكنت مشرحك. هاتي. عارفة يا سناء هانم كنت بزور امي في المستشفى. شفت مين بقى هناك؟ سي طارق بيه. شفتيه فين؟ في المستشفى. حتى كان معاه بنت كده يعني شكلها غلبان قوي. حاكم زيارة المستشفيات دي هم. يا رب يبعدها عنه ويزيح عن الجميع يا رب. انتي متأكدة ان هو؟ امال هو طارق بيه وانا هتوه عنه. اسمها ايه المستشفى دي؟